في الوقت اللي كان الكل فيه بيقلل من قدرة السيدات على قيادة السيارات، أنا فاجئتهم وبقيت كابتن طيار، وده كان قبل أكتر من 100 سنة. أنا لطفية النادي، أول سيدة مصرية عربية إفريقية تحصل على لقب كابتن طيار. رحلتي فيها تحدي، مغامرة، وجرأة وحماس. لما قررت أتعلم الطيران كان بس هدفي أكون حرة. ما كنتش أعرف إن بصمتي هتفضل موجودة في التاريخ رغم رحيلي، وإني هكون ملهمة لسيدات كتير من بعدي اتبعوا نفس نهجي للحرية. في 1933 الحكاية بدأت. حصلت على إجازة طيران، ورقم رخصتي للطيران كان 34، يعني قبلي بس 33 طيار اتخرجوا على مستوى مصر. جنون الفكرة كان لأن كل الناس كانت بتخاف تركب طيارة وقتها، بس أنا مش بس ما خفتش، ده أنا بقيت كابتن طيار. والحقيقة أني استمديت قوتي من داعمي حقوق المرأة وقتها، محمد عبده، قاسم أمين، هدى شعراوي، اللي بيهم المرأة المصرية بقى ليها صوت. ولما طلعت حرب أسس مصر للطيران علشان يربط مصر بالعالم، قررت أنضم لأول مدرسة مصرية لتعليم الطيران. وفعلا كنت قادرة على التحدي، وقدرت في 67 يوم أتعلم مهارات قيادة الطائرات، ولوحدي قدرت أقود طائرة في رحلة بين القاهرة واسكندرية. حققت حلمي وحسيت بقيمة النجاح لما هدى شعراوي قالت لي شرفتي وطنك ورفعتي راسنا. ورغم اني اتكرمت من جهات كتير، بس تكريمي الأكبر كان اني فتحت الباب لنساء الوطن العربي لدخول عالم الطيران، وألهمت كل امرأة مصرية بأنها زيها زي الراجل وتقدر تحقق كل أحلامها. ساعتها عرفت ان المغامرة نجحت، وفاتت السنين ومصر اتغيرت، وعاش المصريين حلم الجمهورية الجديدة، ومعاه زادت أحلام كل سيدة مصرية، والأحلام اتحولت لحقيقة، والمرأة المصرية شاركت في كل المجالات ووصلت لأعلى المناصب وسابت بصمتها في كل إنجاز بعد ما حصلت على كل حقوقها. وهنا شفنا سيدات كتير حلموا بالطيران زي ما أحلمت من 100 سنة، وأحلامهم حققتها مصر للطيران بمساندتها ليهم وتوفير كل الإمكانيات اللي تساعدهم يكونوا قد المسؤولية. وبكل فخر سعيدة أن النهاردة في مصر للطيران موجود 5 سيدات كابتن طيار و12 مساعدة طيار. وفي يوم المرأة المصرية لازم أوجه تحية لكل كابتن طيار قدرت تكسر قيود المجتمع وتثق في قوتها وتلف العالم بجناحتها. فخورة بكل سيدات مصر، وتحية لكل امرأة مصرية على كل جهد بتبذله في كل مجال. وافتكروا إن ورا كل نجاح ست واعية ناجحة ذكية بتحب بلدها مصر.